السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا محاضرتنا هاي هي المحاضرة السادسة لمختبر أساسيات البرمجة المرحلة الأولى للدراسة المسائية ضمن الكورس الثاني. هذا المختبر راح نكمل اللي أخذناه عن المصفوفات الـ One Dimension. المثال الأول: write a C-sharp program to read and display array of 7 characters. Then find the frequency of a specific character. المطلوب مني قراءة وطباعة مصفوفة حجمها 7، لكن الداتا تايب إلها انتبه إنه كاركترز. إحنا بالمحاضرة السابقة تعلمنا شلون نطي الانتجر دبل داتا تايب اللي هي مصفوفات. هذه المحاضرة راح نتعلم أيضا شلون ممكن مصفوفة إنه أقرأ بها داتا تايب العناصر تكون كاركتر. Then find the frequency. أهم شيء أقرأ السؤال حتى من عنده أعرف المطلوب. The frequency كترجمة هي التكرار، عفوا التردد، لكن إحنا نقصد به هنا تكرار عنصر معين. Frequency of specific character. هسه رح نأخذ مثال على الوايت بورد حتى يكون أكثر وضوح بالنسبة لكم. أول شيء لازم تحدده هو السايز مال المصفوفة، كلش مهم طلاب تحددون السايز. هو بالسؤال طالب من عندي السايز 7، إذا السايز يساوي 7، هاي كلش مهم التخطيط الأولي طلاب للسؤال. أساس نجاح الطالب إن يتعلم يخطط تخطيط بسيط أولي للسؤال، لا يبدي رأساً يحل على الحاسبة. المصفوفة السايز إلها 7، الإندكس بالسي شارب يبدأ بالصفر، هاي ملاحظات نعيدها حتى ما ننساها. 0 1 2، الإندكس يتزايد مرة في يعني 1 0 1 2 3 وهكذا بشكل تصاعدي. 3 متسلسل، 4 5 6. إذن من الصفر إلى الستة بالفعل السايز راح يكون 7. كل مصفوفة إلها اسم ليكن اسمها أي، وكل مصفوفة إلها إندكس، هذا الإندكس إلها، ومتغير الإندكس ليكن الآي. طلاب الآي هو متغير للإندكس، وأي هذا اسم المصفوفة. السايز إلها 7، الداتا تايب إلها كاركتر. زين شلون راح أعرف هاي المصفوفة؟ أريد تنتبهون، راح أكتب كونست انتجار السايز يساوي 7، هذا بالنسبة للسايز. بعدين إذا أريد أعرف المصفوفة راح أكتب كاركتر مصفوفة أحادية البعد، هذا الرمز مالتها مثل ما تعلمنا، اسمها أي لأنه اتفقنا اسمها يكون أي، اسمها أي تساوي لي نيو كاركتر بحجم السايز. بحجم السايز ست القوس، وطبعا اكو فارزه مغلوطه. طبعا انا ليش رجعت كتبت هذا التعريف؟ هواي طلاب يعتقدون انه هذا اذا صار كاركتر السايز لازم اعرفه كاركتر. لا طلاب، هذا انتجر ما يتغير. ليش ما يتغير؟ لانه هذا يعني حجم المصفوفة، وأكيد حجم المصفوفة عدد صحيح. أنا معقولة عندي مصفوفة 3.5 5 إلا ربع، حجم المصفوفة يعني عدد العناصر اللي تتقبلها المصفوفة عدد صحيح. فحجم المصفوفة الطلاب دائما يكون انتجر بغض النظر عن الداتا تايب اللي راح تحملها عناصر المصفوفة، أو يعني عن الداتا تايب الخاص بالمصفوفة. الحجم دائما انتجر طلاب. ليش؟ لأنه هذا يعبر عن حجم المصفوفة، وحجم المصفوفة لازم عدد صحيح. أما هذه المصفوفة فالبيانات اللي راح تكون داخلها تكون داتا تايب إلها كلها كاركتر. هاي طريقة التعريف إلها. هاي أنا كتبتها حتى بس تنتبهون على إنه هذا السطر الأول هو فقط بيحدد السايز مال المصفوفة، أما هذا السطر هو اللي خاص بتعريف المصفوفة.
للتذكير حتى ما يصير عندكم خطأ. هاي عرفنا المصفوفة. أما عملية القراءة والطباعة إحنا أخذناها بالمحاضرة السابقة ورح نرجع نكتبها أيضاً من نكتب الكود الخاص بالبرنامج. هسه حالياً نريد نناقش شلون راح نبحث عن specific character ونوجد أو نحسب تكرار هذا الكاركتر المعين. نأخذ مثال بسيط. إذا إحنا مثلاً قرينا هذه المصفوفة وليكن أول عنصر بيها E وثاني عنصر بيها Y وثالث عنصر بيها مثلاً S لأن هي كاركتر ورابع عنصر بيها Z وخامس عنصر بيها E وسادس عنصر بيها D والعنصر الأخير أيضاً E. هسه بالبداية إحنا إيش نحتاج؟ نحتاج متغير اللي عن طريقه نبحث عن طريق هذا المتغير نبحث عن العنصر المطلوب. يعني شنو؟ يعني نحتاج متغير as character طبعاً ليكون اسمه مثلاً C1 فراح نكتب character C1. C1 هو عن طريقه راح هو المتغير ينخزن به العنصر اللي دا أبحث عنه. العنصر اللي دا أبحث عنه فأكيد راح نقرأ هذا C1 راح نقرأ. شلون نقرأ؟ character dot parse الكونسول dot read line character dot parse ونكمل للكونسول dot read line. هاي تعرفوها أنتم. هاي قرينا C1. نفرض أنه قرينا بالC1. C1 هو شنو؟ المتغير اللي راح ينخزن به العنصر اللي دا أبحث عنه. نفرض أنه C1 قرينا به الكاركتر E. يعني شنو؟ أنا دا أبحث عن الكاركتر E. هسه إذا نجي بشكل يعني بسيط نشوف على هاي المصفوفة كم E بيها. هاي الأولى وهاي الإي الثانية وهاي الإي الثالثة. إذن تكرار الإي هو ثلاثة، ثلاث مرات ظهرت عندي الإي. هنا Y, S, Z, D كلهم مو إي. فمعناتها شنو اللي أحتاجه؟ أحتاج أمر على عناصر المصفوفة بالتسلسل من البداية إلى النهاية وأقارنهم مع ما موجود في السي 1. إذا لقيت عنصر بالمصفوفة يساوي ما مخزون بالسي 1 معناته هذا عنصر مطلوب وأبدي أزيد العدات. هذا الكلام شلون أترجمه؟ أنا ما طول دا أمر على عناصر المصفوفة من أول عنصر إلى آخر عنصر إذا أحتاج لوب. ليش؟ حتى تكرار عملية المقارنة. فاللوب راح أختار بي فور فور انتجار الآي. وين يبدي الآي؟ من الصفر حتى يبدي من البداية من الصفر عارضة موقوطة. الآي أصغر من السايز أو الإي دوت لينكث اثنينات متأدي نفس المهمة عارضة موقوطة آي بلس بلس. هسه أول عنصر أبدي أقارنه هل هو يساوي C1؟ طبعاً راح أحتاج أنه أعرف متغير ليكون اسمه الفريكونسي. طبعاً هو هذا الفريكونسي أو الكاونت نفس التسميات تبدون كاونت ريدون فريكونسي أكيد لازم يكون انتجار لأنه هو عداد. فانتجار الفريكونسي مثلاً يساوي لي صفر. ليش يساوي صفر؟ لأنه أنا بالبداية ما أدري هل عندي عدد عفواً هل عندي كاركتر يساوي الكاركتر اللي أبحث عنه؟ يجوز ما عندي للتالي. مثلاً هسه إذا أقول الكاركتر جي ما موجود بكل المصفوفة فالمفروض ينطبع عندي صفر. فالقيمة الابتدائية لازم أعطيها صفر. هسه راح تبدي عملية المقارنة داخل الفور. شو راح نكتب؟ if الأي للموقع I الأي للموقع I تساوي لي ما مخزون في السي 1. إذا تساوي لي السي 1
معناته زيد لي الفريكونسي بمقدار واحد. الفريكونسي بلس بلس. فارزة مقطع. هاي الجملة تحتاج لها begin و end، ما تحتاج لأن هي جملة واحدة مع الإف، وتريدون تخلوها begin و end عادي ما راح تأثر. زين، إذا إجينا سوينا trace سريع لهذه اللوب حتى نشوف شلون ده يشتغل. هذا راح أمسح الجزء، هذا راح أمسحه حتى نسوي الترايس هنا. هسه راح نبدي قيمة الفريكونسي صفر، ال C1 قرينا بي ال E مثلا، وال I راح نبدي بيها من الصفر. هسه راح نبدي ال I يساوي صفر، هل ال I أصغر من السبعة؟ لأنه السايز سبعة ترو، يبدي هسه ما طول ترو تحقق الشرط، يبدي ينفذ جمل الفور، جمل خاصة بالفور. اف ال A للموقع صفر، لأنه ال I يساوي صفر. هسه ال A للموقع صفر، هل يساوي C1؟ أي الموقع صفر شنو بي إي يساوي سي 1 ترو، مع طول ترو راح يسوي زيد الفريكونسي مقدار واحد، الفريكونسي راح يصير واحد، يرجع وين؟ يرجع على زيادة الآي، يزيد قيمة الآي صارت واحد. هسه ما راح يمر على هذه الجمل إلا يشيك ترو الشرط لو لا، هل الواحد أصغر من السبعة؟ ترو أصغر من السبعة الواحد. إف الأي للموقع واحد، لأنه الآي صارت بها واحد، الأي للموقع واحد، شنو هي الأي للموقع واحد؟ واي تساوي لي الإي فولس، فما راح يزيد الفريكونسي، وين يروح؟ يرجع يزيد الآي. إيش قد راح تصير قيمة الآي؟ راح تصير قيمة الآي اثنين. قبل ما يمر على جمل الفور لازم يشيك الشرط، هل الاثنين أصغر من السبعة؟ ترو، ما طول ترو يبدي الأي للموقع اثنين، اللي هو شنو أي موقع اثنين؟ الاس، هل الاس تساوي للاي؟ فولس، ما يزيد الفريكونسي، يزيد الاي، صارت ثلاثة. هل ثلاثة أصغر من السبعة؟ ترو، هل الاي للموقع ثلاثة يساوي للاي؟ نعم، كلا، عفوا، فولس، ليش؟ لأنه زد مخزون به، الزد لا تساوي الاي، فولس، فما يزيد الفريكونسي، وين يروح؟ يزيد الاي، إيش قد صارت الاي؟ أربعة. هل الأربعة أصغر من السبعة؟ ترو، ما طول ترو يجي قارن الأي للموقع أربعة، شنو بالأي موقع أربعة؟ حرف الإي يساوي الإي، نعم ترو، هسه يزيد الفريكونسي صارت اثنين، يرجع يزيد الآي، شو صارت الآي؟ خمسة، هل الخمسة أصغر من السبعة؟ ترو، إف الأي للموقع خمسة، إيش قد أي موقع خمسة؟ دي يساوي الإي، فولس. فما راح يزيد الفريكونسي، يرجع يزيد الآي. ايش قد صارت؟ ستة. هل الستة أصغر من السبعة؟ ترو. إف الأي للموقع ستة، شنو الأي موقع ستة بي؟ الإي. هل يساوي ما مخزون بالسيوان؟ نعم. فراح يزيد مع طول ترو، يزيد الفريكونسي لأنه هنا إي مخزون يساوي ما مخزون بالسيوان، راح يصير ثلاثة. ويرجع يزيد الآي. ايش قد راح يصير الآي؟ سبعة. يبدي يشيك هل السبعة أصغر من السبعة؟ فولس، فلا ما يصير تحطون أصغر أو يساوي هنا يسبب لكم إشكال، هل السبعة أصغر من السبعة؟ فولس، ويخرج من اللوب كله، وراح يطبع لي الفريكونسي للحرف أو الكاركتر إي هو ثلاثة، وبالفعل هي النتيجة هاي صحيحة. هذا الكلام راح نيجي نطبقه على شاشة السي شارب حتى تشوفوها بعد أكثر وضوح. هنا هاي شاشة اللغة، راح نبدي نعرف المصفوفة، بالبداية نحجز الحجم إلها كونست، هاي دائما انتجار مثل ما نبهتكم، السايز يساوي سبعة بارزة موقوطة، كاركتر مصفوفة أحادية البعد اسمها A يساوي لي نيو كاركتر مصفوفة بحجم السايز. بعدها أحتاج أقرأ المصفوفة، أنا أحط لكم كوماند لأنه هواي لوبس تصير to read، هاي الكومبايلر ما ياخذها، وتريدون تكتبوها أنتو أو ما تكتبوها ما راح يأثر لأنه هي هاي كوماند for
بس عند الطالب يعرف كل فور شنو وظيفتها. الآي يساوي تساويني صفر، كالآي أصغر من الأي دوت لينكث أو من السايز. أي دوت لينكث هاي دالة جاهزة تعطيني طول المصفوفة وطولها 7 والسايز 7، فإذا أكتب أصغر من أي دوت لينكث أو أصغر من السايز نفس الشيء. آي بلس بلس أنتو يعني أحرار تكتبون أي دوت لينكث أو السايز. هنا بهاي المصفوفة المان دايمنشن ما يأثر. الأي للموقع آي راح أقرأ القيمة مالته عن طريق الكاركتر دوت البارس لل console.readline.readline هاي فور للقراءة. حتى أطبع هالمصفوفة أيضا نفس الشيء، هم سهل لو مالتها to print array. أيضا أحتاج فور integer. الـ i يساوي صفر، الـ i أصغر من الـ size، i plus plus، أسد القوس، console.writeline، أفتح قوس، أسد هاي، أنا أطبعها بهالشكل هاي حتى يطلع لي الإندكس ويا قيمة المخزون المصفوفة، أنتوا تريدون تطبعوها بالشكل الآخر عادي. double quotation بس بالقوس يساوي أيضا double quotation زائد زائد الأي للموقع باي. أنتوا إذا تريدون تطبعون فقط هذا تقدرون تستغنون عن كل هذا الجزء، هذا الجزء كله ممكن تستغنون عنه، فقط تكتبون console.writeline الأي للموقع باي عادي. بس أنا أكتبها بهالشكل هاي حتى يطلع لي الإندكس يمل القيمة المخزونة بالموقع أيضا. هاي فور الطباعة. إيش أحتاج هسه؟ أحتاج الفور حتى تبحث لي عن العنصر المطلوب. قبل كل شيء أحتاج متغير أخزن به العنصر المطلوب. شنو هو المتغير؟ يكون السي. عادي أكتب هنا كاركتر السي، خلي أنطي سطر كاركتر السي 1 فارزة مفروضة، وأحتاج الفريكونسي انتجار الفريكونسي وأنطي قيمة ابتدائية يساوي صفر. هسه راح أكتب كونسول دوت رايت لاين انتر دي كاركتر تو find the frequency. يعني اقرأ أو انطينا الحرف حتى نوجد الفريكونسي لهذا الكاركتر. هاي معناها. هاي جملة طباعية حتى توضح أكثر شنو الانبوت. هسه السي 1 راح يساوي لي الكاركتر دوت البارس للكونسول دوت ريد لاين فازا. هسه راح نبدي بالفور. ليش راح ابدي بالفور؟ حتى هسه هاي الفور تو سيرش ابحث فور سبيسيفيك يعني هاي الفور مخصصه حتى ابحث عن specific character. راح نبدي for integer ال i يساوي صفر، ال i أصغر من a dot length قلنا أو size نفس الشيء بال one dimension. i plus plus if ال a الموقع i تساويني ال c1، فهذه الحالة راح يزيد لي الفريكونسي بمقدار 1، وبالنهاية راح أطبع قيمة console dot write line راح أطبع قيمة الفريكونسي و console dot read line.
حتى أثبت الشاشة. هذا البرنامج، هذا البرنامج أول فور للقراءة. هنا عرفت المصفوفة، أول شيء حجزت حجم المصفوفة، عرفت المصفوفة، وطيت الداتا تايب لها كاركتر. أول فور للقراءة. الفور الثاني لطباعة عناصر المصفوفة، هذا المتغير C1 حتى ينخزن به أي كاركتر أريد أبحث عنه. متغير الفريكوانسي هو المتغير اللي راح ينطيني تكرار لهذا الكاركتر شقد قيمته عن طريق هذا المتغير راح ينخزن به. قريت C1 حتى ينخزن به الكاركتر اللي أبحث عنه، وهذه الفور هي اللي راح عن طريقها أبحث في المصفوفة وأقارن بين العنصر اللي أريد أبحث عنه مع عناصر المصفوفة. إذا لقيت العنصر في أي موقع يزيد الفريكوانسي وأطبع الفريكوانسي في النهاية. راح نيجي ننفذ هنا. من راح تنفذون راح أنطي أقرأ المصفوفة في البداية مثلاً B M N S S T P. هسه طبع لي قريت المصفوفة اللي هي 7 عناصر مثل ما تشوفون، وطبع لي المصفوفة اللي هو الاندكس من 0 إلى حد 6. هسه انتر ذا كاركتر تو فايند ذا فريكونسي، يعني يا كاركتر انت بدك تبحث عنه. مثلا نبحث عن الاس. الاس هو كم مرة متكرر؟ مرتين، فالمفروض يطبع لي 2. هسه هاي الاس وين انخزنت؟ انخزنت بالمتغير اللي اسمه C1. بالفعل انطبع لي الرقم 2 لانه مرتين تكررت الاس. زين، اذا ننفذ تنفيذ جديد، ننفذ تنفيذ جديد. هسه ايضا نقرا عناصر المصفوفه كي ال دبليو ار او بي مثلا بي، انطبعت المصفوفه. Enter the character to find the frequency. مثلاً دا أبحث عن Z ليكون 0. ليش 0؟ لأنه أنا ما عندي متغير أو character عفواً اسمه Z مخزون بالمصفوفة. المصفوفة كلها ما تحتوي على Z character. هاي بالنسبة لهذا السؤال. نأخذ المثال الثاني. Write a C# program to read and display array of 8 integer number and count the number divided by 7. المطلوب مني انه اقرا مصفوفه حجمها 8 تتقبل 8 لكن integer number. Integer number count the number divided by 7 يعني اللي يقبل القسمه على 7. راح نجي نوضحها اكثر بالوايت بورد. المصفوفه طولها 8. احنا راح نسويها هنا باللوح بهذه اللوحة 4. راح نسويها فقط 4 لسهولة التتبع حتى ما يصير التريس طويل علينا. هنا هو 8 راح نسويها احنا بالبرنامج، هنا راح نسويها 4 نقلل السايز من 0 1 2 3 نسويها 4 حجمها حتى من التتبع يصير اسهل. نخزن بيها عناصر، ليكن العنصر الأول اللي راح أخزنها هذا 0 طبعاً، المصفوفة اسمها أي مثلاً، العنصر الأول بيها 4، الثاني 7، الثالث 14، والرابع مثلاً 2. هاي قريت المصفوفة، احنا عملية القراءة صارت سهلة، نفرض قريت بها هاي العناصر. هسه العنصر الأول، العنصر الأول ما يقبل على 7، العنصر الثاني يقبل قسمة على 7، والعنصر الثالث يقبل قسمة على 7 لأنه 14، والأخير أيضا ما يقبل قسمة على 7، احنا لازم يقبل قسمة على 7 بدون باقي. معناتها أنا عندي عددين يقبلون القسمة على 7، فأيضا أحتاج عدات في هذا السؤال ليكون الكاونت. فالكاونت يساوي 0. كاونت يساوي 0، لازم أنطي قيمة ابتدائية. عرفنا المصفوفة، قرينا المصفوفة وطبعناها، هاي صارت سهلة بالنسبة لنا. هسا راح نكتب الفور اللي تبحث عن
الأعداد تقبل قسمة على 7، فراح نبدي 4 انتجر الـ i. ليش i؟ لأنه الإندكس مال أي مصفوفة. ليش i يساوي 0؟ إحنا اتفقنا الإندكس راح نستخدم للـ i يساوي 0، لأنه بالـ C# كل المصفوفات تبدي بالصفر. الـ i أصغر من السايز، الـ i بلس بلس أصغر من السايز، بارزة موقوطة i بلس بلس، أسد القوس ماكو بارزة موقوطة، أكيد هنا ماكو. راح نبدي نقارن اف، لازم اكو شرط، لانه انا ايش دا اسوي؟ اذا دا تشوفون هل هذا العنصر يقبل القسمة على 7؟ فهاي عملية مقارنة. اف الاي للموقع اي حتى يمر على عناصر مصفوفة عنصر عنصر، مود 7 يساوي 0، يعني اذا قسمها على 7 والباقي يساوي 0، اذا هذا العدد يقبل القسمة على 7، فأزيد العداد بمقدار 1. count plus plus وفارزة منخفضة. من راح أجي أسوي تريس سريع، هنا الكاونت نطيته قيمة ابتدائية 0، هذا الكاونت 0، وهذا الآي بدأ بالصفر أيضا. راح نبدي بالمقارنة، الكاونت يساوي 4 انتجر الاي يساوي 0، هل الاي أصغر من السايز؟ هنا السايز راح نخليه 4، نعم أصغر. يبدي هل الاي للموقع اي مود 7 يساوي 0؟ 4 مود 7 يساوي 0، خطأ، إذا ما راح يزيد العدات، يرجع يزيد الاي. ايش صارت الاي؟ 1. هل الاي للموقع 1 اللي هي 7 مود 7 يساوي 0؟ نعم، 7 تقسيم 7 يساوي لي 1 والباقي يساوي 0، إذا ترو. ما طول ترو معناتها راح يزيد الكاونت، فراح يصير الكاونت الى 1، راح يرجع يزيد الاي، يصير 2 قيمه الاي، وما يمر على الستيتمنت الا يشيك الشرط، هل 2 اصغر من 4؟ ترو. ما طول ترو، الاي للموقع 2، ايش قد اي للموقع 2؟ 14، مود 7 يساوي 0؟ نعم، لانه 14 على 7 الناتج 2 والباقي 0، فراح يزيد العداد، ايش قد يصير العداد؟ 2، يرجع يزيد قيمة الآي، راح تصير الآي 3، يشيك 3 أصغر من 4 ترو، الأي الموقع 3 شنو مخزون بيها؟ 2، مود 7 يساوي 0 فولس، 2 مود 7 لا يساوي لي 0، فما راح يزيد الكاونت، يرجع يزيد الآي، إيش قد صارت الآي؟ 4، يرجع يشيك هل الأربعة أصغر من 4؟ فولس. ما طول فولس راح يخرج من اللوب ويطبع لي قيمة الكاونت اللي هي بالفعل 2. هذا بالنسبة ل يعني الخطوات الأساسية في حل هذا السؤال. راح ننتقل للغة مال البرنامج ونكتب السؤال. راح نبدي كونست انتجر السايز يساوي، احنا راح نحل 8 لان بالسؤال مطلوب من عندي 8، وانتجر مصفوفة احادية البعد اسمها اي تساوي لي نيو انتجر مصفوفة بحجم، نيو انتجر مصفوفة بحجم السايز، بحجم السايز، اسد القوس فارزة منقوطة. هسه احتاج فور القراءة تو ريد الاراي، أبدي فور انتجر الاي يساوي 0، الاي أصغر من اي دوت اللينكث أو السايز، اثنيناتهم صحيحة، بارزة منقوطة، الاي بلس بلس، راح نقرأ الاي للموقع اي يساوي انتجر دوت البارس، ما راح يأثر عندي، للكونسول دوت الريد لاين، سد القوس فارزة موقوطة. هاي بالنسبة لي 4 للقراءة، 4 للطباعة 2 برنت الأراي، راح نبدي 4 انتجر الآي يساوي 0، الآي أصغر من السايز، فارزة موقوطة، الآي بلس بلس، راح أطبعها كونسول دوت الرايت لاين، المن للأي موقع اي
أو أكتبها بهالشكل هذا نفس الشيء، هنا ما راح تأثر. زائد الآي زائد تساوي أسد هي زائد الأي للموقع هاي أسد هي فارزة مقطعة. هاي للطباعة راح أعرف متغير اسمه كاونت يساوي صفر، أنطي قيمة ابتدائية وأبدي to find the numbers divided by 7. راح أكتب الفور الخاصة for integer الـ i يساوي صفر، الـ i أصغر مثلا من size i plus plus if الـ a للموقع i مود السبعة يساوي لي صفر، إذا هذا يقبل قسمة على سبعة، إذا الكاونت بلس بلس فارزة موجودة. بعدها راح أكتب كونسول دوت رايت لاين، أطبع قيمة الكاونت وأثبت شاشة التنفيذ. خلص انتهى البرنامج. إذا عرفت المصفوفة، قرأت المصفوفة، طبعت المصفوفة، وبعدها كتبت الفور الخاصة بالبحث عن العناصر تقبل القسمة على سبعة، وطبعت الناتج اللي أحصل عليه بالأخير وأثبت الشاشة. أجي أنفذ، راح نشوف شاشة التنفيذ، أنطي أعداد مثلا العدد الأول يكون سبعة، 14 28 55 30 90 5 4. بالفعل عندي 2 4 6 8 أعداد، لأنه عرفت السايز إلها 8، الإندكس من 0 إلى 7، انطاني رقم 3. ليش انطاني رقم 3؟ لأنه إذا أجي أحسب العناصر السبعة الـ 14 الـ 28 هاي كلها تقبل قسمة على 7، بينما 55 30 90 5 4 ما تقبل القسمة على 7 بدون باقي. بالنسبة هذا لمحاضرتنا لهذا اليوم انتهت. راح انزلكم محاضرة ايضا عن بروفايل وبها الهوم وورك. شكرا لحسن الاصغاء وفي امان الله.